البخور السوداني واحد من أجمل أنواع البخور الموجودة في العالم، في منه أنواع كثيرة جدا جدا من البخور السوداني، اللي هي في منه بخور الصندل اللي هو معمول بخشب الصندل المكسر، وفي منه بخور الشاف وبخور العنفر، بالإضافة لأنه في بخور كرات الصندل وده بتحضر من الصندل المطحون. بس فيديو اليوم زي ما انا وعدتكم من فترة انه حنزل لكم فيديوهات، زي ما كنا في بداية القناة بننزل فيديوهات عن حاجات سودانية، حنزل لكم طريقة عمل اللي هو بخور الصندل السوداني، او زي ما بنسميه عندنا في السودان بخور العروس. حنجي لطريقة التحضير وكل التفاصيل دي، بس كل اللي عليكم تتابعوا الفيديو للآخر، كلكم حتقدروا تحضروا لأنه طريقته سهلة جدا وهو سريع كمان، بيتحضر في وقت يعني بسيط وما بده ياخذ منكم زمن كثير. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وأنتم بتشوفوا فيديو. إذا كنتوا أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي عطارد أم البنات، بقدم وصفات للعناب الشعر والبشرة، وصفات خاصة للحنة، بالإضافة لأنه أنا في بداية القناة زي ما قلت لكم كنت بنزل وصفات خاصة بالحاجات السودانية، وفي فيديو اليوم حنحضر معاكم فيديو بخور العروس أو بخور الصندل السوداني. طريقته سهلة وسريعة، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوا تشتركوا في القناة، تفعلوا زر التنبيهات على الكل، تحطوا لايك وتعملوا شير للفيديو، ما تنسوا تكتبوا لي في التعليقات من اي بلد انتوا بتتابعوني، وهل انتوا بتحبوا البخور السوداني او بصفة عامة العطور السودانية. برضو حنزل لكم في الايام الجاية في فيديوهات انا عندي جاهزة بس محتاجة شوية شغل عن العطور السودانية. نجي نحضر البخور، وحتشوفوا طبعا فيديو التحضير واضح قدامكم. واذا انتم من متابعيني الحلوين اللي معاي من زمان، كل اللي عليكم تنزلوا تحت تعملوا تعليق حلو منكم باي شيء انتم بتحبوا، وكمان لايك وشير للفيديو. نيجي نبدا وصفتنا لليوم. حنجيب صندل مكسر او صندل مبشور زي ما بيقولوا عنه، يكون زي ما هو واضح عندكم في الفيديو، وحنجيبه واول شيء بتنقعه. في ناس ما بتنقعه لانه هو ريحه العود جميله جدا جدا، بس بتقدروا تنقعوا في ارياح سودانيه. عندنا الارياح السودانيه او الريح المويه اللي هي عندنا الفلير دمور، وكمان الصاروخ والسوار باريس، بالاضافه لانواع ثانيه من الصندليات اللي هي صندليه العنود وصندليه فايزه وانواع ثانيه بنستخدم. تقدروا تستخدموا اي نوع من الصندليه او حتى من الارياح المويه وتنقعوا فيها، يعني لمده يوم بتنقعوا فيها خشب الصندل زي ما هو واضح عندكم. وتاني يوم بنجي لطريقه التحضير. طريقه التحضير بنجيب سكر، بتاخدوا كميه حسب كمية الخشب او الصندل الموجود عندكم، وبتكرمله. يعني احنا عايزين لونه يكون زي الكراميل، ما حنحرق السكر لانه لو بتحرقوه لونه حيتغير وحيكون اللون اسود. هنيجي نعمله زي الكراميل، وبعد ما يتكرمل معانا السكر بتعصروا نصف ليمونة، وكمان بتضيفوا شوية، في ناس بتضيف ماء ورد وفي ناس بتضيف موية عادية، بتقدروا تضيفوا نصف كاسة، وبعدها بتحركوا المكونات مع بعض. بعد ما تبخرت كل المويه الموجوده عندكم، في ناس بتضيف الارياح قبل ما تحط الخشب، وفي ناس بتضيف الخشب بعدها بتضيف الارياح. انتوا بتقدروا تضيفوا زي ما واضح عندكم في الفيديو، بتضيفوا الخشب وبعدين بتضيفوا ارياح زيتيه او صندليات، وبتضيفوا صندل مطحون، صندل مطحون ناعم او بودرة الصندل، بتضيفوا معلقتين او معلقة حسب ما هو واضح، وكمان حتضيفوا المسك. المسك جميل جدا لما انتوا تضيفوا البخور دي. في ارياح ناس بتضيفها برضو لما يكون هو في النار، وفي ناس بتضيفها بعد ما تنزلها عن النار، يعني بعد ما ترفع عنها وهو على النار، ضيفوا معلقة من الصندل او معلقتين حسب الكمية اللي انا قلت لكم بيكون خشب الصندل اللي عندكم، بتضيفوا صندل بودرة، بتضيفوا عليهم ضفرة، كلكم بتعرفوا يعني اكيد الضفرة المطحونة، كمان بتضيفوا مسك مطحون. بعد ما تضيفوا المكونات دي بتحركوها مع الخشب، لما خلاص تشوفوا انه الخشب
يعني تشرب كل الأرياح دي، وبعدين بتيجي بتعمل شنو؟ هتيجي تنزلوه من على النار وبتضيفوا الأرياح الموية. حاولوا إنكم ما تضيفوا الأرياح الموية أو الفلير أو أي نوع ريحة أنتوا حتستخدموه ما يكون هو في النار. بعد ده بتخلطوهم كويس حتى كل الأرياح اللي أنتوا ضفتوها يتشرب البخور عندنا، وبعد ده بنخليه يجف شوية. لو لقيناه لسه فيه رطوبة بنخليه يجف. كل اللي عليكم بعد ده تحفظوه في حاجة أو في علبة من القزاز وتكون تغطوهم. تقدروا تستخدموا الطريقة دي وتخلوه بعد يومين أسبوع 3 أيام أو فورا، لكن انتوا لو ولعتوه فورا يعني عشان تبخروا بيه والبيت ما حد يكون ريحة، لأنه تلقائيا بيكون إنه ريحة البخور منتشرة عندكم في البيت، يعني ما حتعرفوا الريحة إذا كانت هي ظابطة أو لا. الأفضل تخلوه لتاني يوم وتستخدمه، وبتقدر تستخدمه في نفس اليوم. دي طريقة بخور الصندل السوداني. وإذا حابين ننزل لسه فيديوهات أكثر عن كل العطور السودانية تقدروا تكتبوا لي في التعليقات شنو هي، أو انتوا عندكم فكرة عن نوع العطور في السودان او نوع عطر معين او الريحة معينة او نوع بخور معين حابين نحضره مع بعض. ده كان فيديو اليوم، بتمنى انه يكون كان مفيد جدا جدا لكم. في بس ملاحظة صغيرة، انه لما انتوا حابين تبخروا هتقدروا تستخدموا، في ناس بتبخر به للسودانيات، لان احنا كسودانيات بنبخر به الثياب والملابس لانه ريحته جميله جدا بخور الصندل. هنا وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا في القناه، فعلوا زر التنبيهات على الكل، تعملوا لايك وشير.